السلام عليكم ومساء الخيرات. النهارده هنتناقش في موضوع ممكن يبقى يعني ريحته مش حلوه، ريحته مش ظريفه خالص، والعنوان اللي انتم شايفينه: لماذا لا يغسل الغرب مؤخراتهم، او الغربيين او الغربيين ليه ما بيغسلوش مؤخراتهم؟ الحقيقه يمكن السؤال ده مش فارق بالنسبه لناس كتير ما سافرتش بره، لكن اي شخص يعني راح الولايات المتحده الامريكيه او اوروبا عموما يعني عنده مشكله حقيقيه. مشكله ان انت تفضل طول الوقت شايل شطاف كهرباء او شطاف بالشحن بالبطاريه بالحجاره عشان ايه تشطف مؤخرتك، لان هناك مفيش شطافات. مشكله الشطاف الحقيقه مشكله كونيه بالنسبه لي، بالنسبه لاي شخص عربي او مسلم او شخص بيسافر اوروبا كتير او بيروح، لو بيروح يعني ما كنت اروح فنادق وحاجات كده او شقق فندقيه، كانت مشكلة أزلية أو مشكلة حقيقية، لكن لما تستقر بتكسر أم الحمام وتعمل شطاف غصبا عن الراجل، تجيب الراجل صاحب البيت فيتجنن يعني يستغرب أنت عايز تعمل إيه. بس في حاجة مهمة علشان ما حدش يقول لك دي عنصرية أو أنتوا بتهجموا على الغرب أو بتشتموا الغرب أو بتنتقدوا ما أعرفش إيه وأنتوا العرب. أولا الحضارات مكملة لبعضها. اللي أرى المفكر الإسلامي المستنير العظيم مالك بن نبي، ومفكر جزائري طبعا واحد من أهم المفكرين في القرن العشرين، تكلم عن تآلف الحضارات وتضافر الحضارات وتكملة الحضارات. قال لك ما ينفعش أبقى قاعد أنا قدامي كاميرا غربية بتاع اسمه إيه غربي، موبايل غربي، كمبيوتر غربي، كل حاجات غربية، وأجي أعمل قطيعة مع الحضارة. كل الحضارات تتكامل. عشان كده النهارده انا صورت فيديوهات كتير الحقيقه في الحمامات، واللي لفت نظري لهذه المساله حاجه غريبه. اللي لفت نظري لما نزل مشجع الكرواتي طلع قال مشجع كرواتي يطالب بتعميم فكره الشطافه في اوروبا بعد مونديال قطر، حيث اعتبرها افضل اختراع عرفته البشريه. والله يا عم الحاج يعني من حيث ان هو افضل اختراع عرفته البشريه فهو افضل اختراع، وانا هوريكم فيديوهات عملتها صورتها من فتره في اوروبا عموما او في امريكا وكده للمساله دي. لكن لا زال انه الشغف لدى كثير من سكان الدول الغربيه انهم يستخدموا المناشف الورقيه، بينظفوا بمناديل بعد قضاء الحاجه بدل ما ينظفوا بميه ومناديل يعني. لكن ده بقى مسار حيرة ودهشة الحقيقة لواحد زيي وناس كتير، ان المية اولا اكثر فعالية انها تزيل الفضلات والوسخ اللي موجود مقارنة بالورق. يعني في تحليل بي بي سي بيقول لك تخيل انت بتزيل صلصة شوكولاتة من على جلدك بمناديل بس، رغم ان المناديل اقل خشونة طبعا من الخزف. انا بعتمد على تحليل بي بي سي هنا بيقول انه كانوا بيستخدموا الاغريق الخزف تخيل للتنظيف بعد قضاء الحاجة، او اكواز الذرة اللي كان بيستخدمها المستعمرين الامريكيين لنبذ الغرض يعني ينظف بكوز الى انه المياه اخف وقعا طبعا على الجلد من اكثر المناديل الورقية مهما كانت نعومة المنديل. يعني في بعض الدول الغربية بتفضل انها تستخدم الميه على المناشف الورقيه. الفرنسيين طبعا هم اول من ابتكر وعاء المرحاض المزود برشاش ميه، اول حد استخدم الموضوع ده الناس بتوع فرنسا، رغم انه طبعا دلوقتي يعني مفيش في المراحيض الفرنسيه. انا رحت فرنسا، في فرنسا عموما وفي باريس خصوصا مفيش اي حاجه، مفيش اي شطافات، لكن برضو في المراحيض الايطاليه او الحمامات الايطاليه او التواليتات الايطاليه والارجنتينيه فيها الكلام ده، وفنلندا كمان بيستخدموا خراطيم المياه. لكن اكثر الدول الغربيه اللي فيها اليو كي، بريطانيا، الولايات المتحده بتجيب مناشف ورقيه في التنظيف بعد قضاء الحاجه. في مؤرخه اسمها باربرا بينر بتقول في كتاب اسمه المرحاض ان هاتين الدولتين هما الاكثر تاثيرا على عادات النظافه الشخصيه وتصميمات المراحيض العصريه حول العالم. بعض الدول طبعا رفضت انها تسمع الكلام ده والعادات النظافه الشخصيه الغربيه دي، قعدت تفضل الميه على المناشف الورقيه زي الدول اللي فيها اغلبيه مسلمه. طبيعي ان احنا عندنا في الاسلام استنجاء بالماء طبعا وفقا لتعاليم ديننا الحنيف، وعندنا الطهاره، ومع انه رئاسه الشؤون الدينيه التركيه في 2015 طلعت فتوى تجيز انك تستخدم المناشف الورقيه اذا غاب الماء. ما هو طب ما احنا عندنا بنعمل كده وكان تراب.
طبعا اليابان طورت مراحيض ذكيه مزوده بذراع آلي متطور لرش الميه بعد قضاء الحاجه ثم التجفيف بالهواء الساخن. ممكن مرحاض الشطف او يعني البي في زي ما اتكلمت الاعلاميه ايه عن الموضوع، ممكن يبقى اختراع فرنسي، لكن سكان البلدان ذات الاغلبيه المسلمه ايضا يفضلون استخدام المياه بعد قضاء الحاجه. ايمان الحمود او المحمود، انا كنت ناسي اسمها مش بسخر منها ولا حاجه. طب هوريكم فيديو دلوقتي انا صورته، او فيديوهات يعني هوريكم بعض الفيديوهات اللي صورتها في المراحيض. الحمامات نظيفه جدا جدا، لكن الباخره مش نظيفه، يعني دي المشكله. الحمامات نظيفة الحقيقة، يعني عشان بعد النظافة يوجد محميات كتير من الدول العربية. يعني زي ما حضرتك شايف حمام نظيف فيه مناديل مرتب راقي، لكن مفيش شطاف. طب هو انا داخل الحمام ليه؟ هو انا داخل اتصور مع الحمام، ولا داخل انظف الحمام، ولا داخل اشوف وشي يعني في مراية التواليت؟ الله يعزكم يعني. فطبعا هذه مسألة صعبة جدا، لكن الموضوع ليه أبعاد تانية. أنا بستعرض معاكم مش موضوع المؤخرة والحمام والشطاف والحاجات دي، وإنه ليه الغرب يستخدم مناديل. هنحاول نجاوب على السؤال ده، وليه إحنا ليه الإسلام أساسا أقر الاستنجاء وعمل الموضوع ده في بداية الوضوء والطهارة في الإسلام. وطبعا كان في التراب والحاجة قصص في التاريخ الإسلامي، لكن خليني أستعرض معكم أفكار المراحيض والشطاف. زور عثمان مدير لأحد المشروعات لدى الحكومة الأسترالية عمل أبحاث عن الانطباعات الثقافية والتاريخية حيال المراحيض، وزي ما بيقول أحد أبحاث زور عثمان، يبدو أنه هو زور عثمان سوداني قريبنا يعني، أحد الأبحاث بيقول أن بعض المسلمين الأستراليين تأقلموا مع المراحيض الغربية باستخدام المناديل الورقية جنب إلى جنب مع أواني المياه، يعني إناء مية وجنبه يتشطف بمية وبعد كده مناديل الطبيعي يعني، أو تركيب خراطيم المياه الشطاف بجوار مقعد المرحاض. لكن ده ما بيقتصرش على الخلفيات الدينية أو الناس اللي عندهم المؤمنين يعني أو اللي عندهم دين لوحدهم. في أثر غرب بتقول البي بي سي هي متخصصة في علوم البيانات من مومباي، بتشتغل في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بتقول إنها كانت بتبحث في كل مكان عن إناء خاص بالمرحاض يشبه إناء الكوز، ولقيته في النهاية في متجر هندي. وبتقول الست دي الله يمسيها بالخير يعني ويكرمها، بتقول بعض الهنود اعتادوا على استخدام المناش في الورقية، لكن الكثير منا يتمسك بالمياه لأنه وجد المياه خلاص بتبقى حل أفضل. لما كنت بزور صديق هندي في الولايات المتحدة توقعت ان يبقى عنده قاروره مياه بلاستيكيه او اناء بعد ما يشرب ازازه المياه المعدنيه وبتاع، تاخدها تملاها ميه بجوار اللي هو تستنجى يعني حتى لا استخدم المناشف. لكن زور عثمان لاحظ اصرار بعض الغربيين على استخدام اي شكل من اشكال الورق من باب التعنت العند، الى حد ان احد اصدقائه في المملكه المتحده استخدم ورقه بنك نوت قيمتها 20 جنيه استرليني عشان ينظف نفسه بعد قضاء حاجته. يا ابن المفتريه ال 20 جنيه دي اغلى من مؤخرتك اساسا. المهم بعد ما خلصت المناديل الورقيه، تعالى اوريكم فيديو تاني قبل ما اكمل فيه، نتكلم على عزف الجيتار ومقدم برامج اذاعيه شهير على الانترنت قال ايه في الموضوع ده. ده فيديو استعرضه لحضراتكم برضو عن الحمامات، هوريك بس الحمام ازاي شكله. تدخل الحمام، بص مفيش في مناديل، تستخدم مناديل بس، لكن مفيش شطاف، مش عارف يعني اطلع بره اقول كلمه. اعزكم الله، يعني تدخل الحمام يعني انت شايف الحمام موجود ازاي او نظيف ازاي او مترتب ازاي. عازف الجيتار ومقدم البرامج الشهير كايسر كولا لما راح مع عيلته من بكين للولايات المتحده الامريكيه كشان الكثير من الوافدين الجدد الى الغرب، خد بعض العادات الامريكيه اللي جاي الى جانب الصينيه، فتفاجئوا من كميات المناشف الورقيه المناديل اللي بيستهلكها اطفاله عشان يقلدوا او يحاكوا اصدقائهم في امريكا
اللي هي اكبر مستهلك للمناشف الورقيه في العالم، اكبر مستهلك لمناديل غسل المؤخرات او التنظيف او المناديل عموما امريكا. بيقول غارد انه التكاليف البيئيه والماليه لاستخدام المناشف الورقيه دي كبيره جدا، وبتسبب انسداد المراحيض، وتعتقد انها يعني يعتقد انها مصدر اساس لمشاكل السباكه المنتشره في بعض المراحيض في امريكا. يبقى زي ما قال عازف الجيتار الشهير تحليل بي بي سي انه الامريكيون اكثر الناس استخداما للمناديل الورقيه. طيب ايه حكايه المناديل الورقيه؟ جت منين وايه الموضوع وايه القصه؟ يا سيدي، المتصنعون الامريكيون عندهم عملوا حمله مكثفه دعائيه في القرن العشرين عشان يحضوا الناس انهم يستخدموا انواع معينه من المناديل، وانه في حاجه اسمها المناديل المبلله، مش الوايبس او البتاع، لكن المناديل اللي هي بتستخدم للمؤخره برضه، هو نوع من الاعتراف الامريكي بان الميه اكثر فعاليه في التنظيف زي ما معروف في كل دول العالم منذ قرون. وبعدين قال لك لا، ده في وضعيه مثلى عند التبرز. ايه الوضعيه المثلى دي اللي عند التبرز؟ تعالى قبل ما اروح للامبراطور هان في سنة 2006 قبل الميلاد أوريك، وقبل وضعياتهم في التبرز أوريك برضو فيديو تاني للمراحيض أو هم إزاي بيستخدموا. تعالوا، أنا صورت الفيديوهات دي بنفسي طبعا. يعني انا ما اقصدش اوريكم المناظر دي، بس ده موجود يعني. دي يعني الناس يا جماعه مش وسخه، مش نظيفه، ناس نظيفه حقيقي يعني في الغرب، وناس عايشه كويس. لكن انا عندي مشكله بصراحه، انا عندي مشكله في الحته دي مش عارف احلها، فطرحها المشجع الكرواتي شجعني وكنت هعمل فيديوهات، بس يعني في مشكله حقيقيه. الله، يعني واضحه يعني واضحه يعني ان عايزين نخسر البتاع. فطبعا مشكله دي جوال الستات والرجاله، الاطفال والكبار، مشكله حقيقيه. ايه بقى القصه وقصه المراحيض دي؟ تعود لي ترجعني للتاريخ، انا دايما برجع التاريخ، يعني ارجع للتاريخ لا تتبرز علينا في الحاضر. يعني في امبراطور سنه 206 قبل الميلاد لحد 220 اسمه هان، عهد الامبراطور هان، اسمه عهد كبير جدا يعني. هذا الرجل كان بيستخدم نوعين من المراحيض، احداهم على هيئه مقاعد والاخر عباره عن حفره في الارض، يحفر حفره في الارض. طبعا كانت هذه الحفره في الارض اللي شفناها في الحمامات البلدي في بلادنا في مصر عندنا، ولما كنت موجود في تركيا اي شقه تستاجرها او اي بيت تشتريه بتلاقي فيه حمام بلدي، اللي هو الحمام الموجود اللي هو القاعده بتاعته في الارض. فالامبراطور قال من هنا بترجع فكره الحفره في الارض، اللي هو الحمام البلدي والحمام الفرنجي. فكان عنده نوعين من المراحيض، واحد على هيئه مقعد والاخر حفره في الارض. شفنا احمد مكي في اتش دبور ولا فيلم ايه مش فاكر، لما بيكسر رجل الكرسي عشان مش عارف الحمام الارض. طبعا الحفره اللي في الارض دي كان بيجلس عليها المرء في وضع القرفصاء، هي الاكثر انتشارا في المراحيض العامه في الصين دلوقتي، اللي احنا بنستخدمها كنا زمان في القرى والريف والنجوم في البلاد بتاعتنا يعني. تقديرات حسب تقرير بي بي سي بتقول ان ثلث سكان العالم يجلسون القرفصاء عند التبرز، ورغم ذلك لا يزال كثير من الغربيين بيتمسكوا باستخدام الكرسي الخزفي بدلا من المراحيض الاكثر ملائمه وسلاسه اللي تسمى مراحيض القرفصاء. على عكس المراحيض الغربية، التلامس بين الجلد والمرحاض محدود للغاية في مراحيض القرفصاء. الغالبية العظمى من النساء البريطانيات في أحد استطلاعات الرأي قالوا أنهن يجلسن القرفصاء فوق مقعد المرحاض الغربي حتى لا يلامس المقعد جلدهن. أنا مش عارف إزاي معرفش بتعمل إزاي دي. طبعا الأطباء عموما بينصحوا بجلوس القرفصاء عند التبرز، لانه زي الله يعزكم الشرج تتسع وتسمح بمرور البراز بسلاسه، كما تسرع جلسه القرفصاء حركه الامعاء، بيحصل الضغط على الامعاء فتقلل الضغط عليها، علاوه على انها بتسهم في تقويه عضلات الارداف والكاحل والمفاصل وبتزيد المرونه بتاعتها. الامريكيين كمان اختراعات الامريكيه، كل حاجه حواليها اختراعات امريكيه تقريبا وصينيه. الامريكان حولوا قضاء الحاجة أو وقت دخول الحمام إلى وقت للراحة،
وانتشرت كتب عديدة للقراءة أثناء قضاء الحاجة زي نكات وقصص قصيرة، وده بيثير دهشة أحدهم اللي بيقول إن جميع الآباء الصينيين ينصحون أبنائهم بعدم القراءة في المرحاض لئلا يصابوا بالبواسير. الصينيين بيقول لك ما تقراش في المرحاض عشان ممكن تجيلك بواسير. الأمريكان بيحطوا كتب للقراءة في الحمامات، وأنا جبت لكم كتاب هنا عن موجود هتلاقوه على القناة على اليوتيوب، يدور كله عن المرحاض أو عن الخلوة أو استراحة الخلوة أو الخلاء اسمه، وهو كاتب مشهور جدا ومترجم الرواية. الكتاب موجود في مصر لروائي شهير، وعملت لكم حلقة عليها هتلاقيها في الحلقات الموجودة، حطها لكم في اللينك كمان. طبعا الجلوس مسترخيا على مقعد المرحاض ممكن يساعد في إطالة الوقت اللي بياخدوه المرء في المرحاض، وقد يعني أصبح الأمريكيون بيعتبرون ده وقت للراحة والتسليع. يعني مثلا العائله من التحقيق البي بي سي بتكلم عن عائله كو عملت مسند للقدمين، جابت القدمين زي الكرسي كده عملت له سندات قدام مقعد المرحاض كبديل للمحاكاه اللي هي جلسه القرفصاء اثناء قضاء الحاجه والتكيف مع المراحيض الغربيه. في بعض الاماكن يعني الاماكن حاجات خزعبليه هتشوفوها، بعض المناطق الناس بين يعني بتخير انها تستخدم المرحاض الغربي اللي شبه الكرسي او مرحاض القرفصاء اللي هو اللي يقول عليه ايه البلدي. الزين عثمان قال لك تلك المراحيض العامه تقريبا في مناطق التسوق في مسقط راس وماليزيا مراحيض قرفصاء. طلع ماليزيا الراجل. عادات لا تستخدمها او عادات نحن نستخدمها وهم لا يستخدمونها، العكس والعكس. لكن في الاستحمام كمان مش المراحيض بس، بيقول لك اليزابيث شوب علمت اجتماع بجامعه لانكستر بتقول او عملت ابحاث عن المياه واستهلاك الطاقه، فقالت لك ان الاستحمام اليومي اصبح امرا مفروغا منه. بيقول لك الحمد لله يعني هم من غير ما يسلموا حتى بيستحموا استحمام. ففي المجتمعات الغربيه وده بتعزي هذا الامر الى انتشار الحملات الاعلاميه عالميا لمنتجات التنظيف في اعقاب الحروب العالميه زي صابون الفينول في زيمبابوي وصابون العاج في الولايات المتحده، والدعايه دي اطلقها مصنع الصابون وارتبطت بزياده الاقبال على الاستحمام المتكرر. طبعا الصابون والروائح والنظافه وصابون الشمع، حتى في صابون الله يعزكم ده بن الحمار، يعني على فكره من انضف انواع الصابون للبشره، مش يعني مش بعمل لكم دعايه والله، ما اشتغلش شركه صابون يعني. فطبعا عالمه الاجتماع شوف بتقول ان معظم البريطانيين منذ جيلين فقط كانوا يستحمون مره واحده اسبوعيا. ممكن حد يخبط علينا يضيعنا دلوقتي. في حين بتوع بريطانيا بتوع لندن، في حين ان الاغتسال اليومي اصبح معتاد في الغرب في الوقت الراهن. فقالت لك ان البريطانيين من جيلين بس بيستحموا مرتين في اليوم، وانه الاستحمام في المساء زي ما شائع في اليابان بيقول لك ده يساعد على ارخاء العضلات قبل الايواء الى الفراش، وقد لا يقف نقص المياه عائقا امام انتشار الاستحمام المتكرر، لان في دراسه بتقول ان سكان المناطق الفقيره في لينغوي عاصمه مالاوي بيغتسلوا بالدلاء مرتين او ثلاثه يوميا رغم تكرار انقطاع المياه. وفي كتير من الناس في غينيا في الفلبين في كولومبيا في استراليا بلاد كتيره يعني يستحموا مرات عديدة يوميا، ما يكتفوش بمرة واحدة. ولا ترتبط هذه العادة بالطقس الحار بس، لكن بعض البرازيليين يتحممون مرات عديدة في الشتاء. بعض الناس في الغرب بيقول لك يعني بعد الجماع اللي انتوا بتستحموا كمسلمين او ك يعني المسلمين وكده وايه طهارة، لان البعض ما عندوش الموضوع ده في دينه او في عاداته او حتى اللا دينيين يعني وكده، فابتدت الناس تفهم وكله يتاخد من حتى الاكل. يا جماعه احنا هنا في اوروبا لما بندور على مطعم حلال بيبقى لما بيبقاش في مطعم، نادر لو تلاقي مطعم طبعا اسلامي او مسلمين او اكل حلال، بناكل على شريعه اليهود، لان اليهود هي اقرب شريعه للذبح، اقرب شريعه للذبح للشريعه الاسلاميه. فالناس دلوقتي بياخدوا من الاستحمام والاستنجاء وهو من عادات الاسلام المسلمين او الاسلام. ربنا يعز الاسلام في كل مكان يا رب. في فوائد صحيه طبعا اكيد الاغتسال اليومي، ودارت ابحاث ورؤى وبرامج الناس تستحم افضل الصبح ولا المساء. بعض الخبراء يقول لك الاستحمام المتكرر بالماء الدافئ يسبب جفاف الجلد والشعر. بعد كده كثيرات بيقول لك احنا بنغسل يعني اتجهنا الى غسل شعورهن مره واحده او مرتين على الاكثر اسبوعيا. بعض الثاني بيقول لك الاستحمام الصبح بينشط الذهن، لكن ناس ثانيه يقول لك لا استحمى في المساء. اليابانيين بيقول لك لا الاستحمام الافضل لنا مش الصباح، ده في المساء، لانه بيساعد على ارخاء العضلات قبل الايواء الى الفراش. طبعا في الاخر يعني العادات والتقاليد والقيم
تختلف. يعني انا من مجتمع لاخر هنحاول نقول لكم هذه المجتمعات بتبقى ايه، حياتها ازاي، عايشه ازاي، لكن في كل مجتمع فيه النظافه الحقيقه فيه شيء من الاسلام. والله مش عشان انا مسلم الحمد لله طبعا، ولكن حقيقه يعني انا لمستها حتى بنفسي في اغلب الدول اللي رحتها، ان الاسلام موجود في كل شيء نظيف او في كل شيء، قيم وعادات والحاجات اللي دعا اليها الدين الحنيف. يمكن في المستقبل يدفع الحرص على البيئة ان الناس يغتسلوا مرة واحدة اسبوعين، او يستخدموا الدلاع والاواني بدل من الدش او رشاش استحمام الماء التقليدي، ويمكن يركبوا خورطين مية جنب المراحيض بعد، يعني لانه بعد ناس كتير اشارت من دول كتيرة في وقت التنظيف بالمياه بعد قضاء الحاجة. عادات النظافة الشخصية في النهاية يا جماعة لا تكتسب بالخبرة ولا بالتجربة زي ما الناس بتقول، هي محصلة لمحاولات التكيف الاجتماعي. واحنا تعلمنا كيفية استخدام حمامات الساونا او رشوش المياه او الحمام التركي او الحمام المغربي من دول ومن شخصيات. هقفل معاكم بالفيديو ده، شوفوه عن الحمامات. ده حمام من ذوي الهمم، الحمام شوف النظافة بتاعته ازاي، شوف الترتيب ازاي، بس برضو ما فيهوش شطاف. يعني هو انا في سؤال ما فيهوش اجابة لحد دلوقتي، كل ما اروح اوروبا او بريطانيا ما فيش شطاف في الحمامات. فالحقيقة يعني بدي اشوف التجربة. يعني هو انا في سؤال ما فيهوش اجابة لحد دلوقتي، كل ما اروح اوروبا او بريطانيا ما فيش شطاف في الحمامات. يعني